نحن الآن نتجول في قلب حي الشجاعية الذي يحمل من اسمه معاني كثيرة ضمن الحضارة الفلسطينية الغزية. نحن الآن في قلب مدينة غزة، وبالتحديد القسم الشرقي من هذه المدينة، مدينة غزة العريقة، في أحد قصور الفلسطينية الذي يحاكي التاريخ ويحاكي الحضارة الفلسطينية عبر حوالي منذ أكثر من 4 قرون خلت من الزمن. نحن الآن في قصر حتحت التاريخي المعروف لدى جميع الباحثين. هنا نقف حتى نحكي معا قصة حضارة، نحكي معا قصة حجارة وطين تثبت للتاريخ، بل وتشهد أننا هنا في فلسطين باقون، بل حجارتنا باقية لتعلن تمردها وثورتها على كل من يحاول أن يتنكر إليها. قصر أحد وجهاء فلسطين في المرحلة الانتقالية ما بين دولة المماليك وبين الدولة العثمانية. أقف هنا كي أحاكي حضارة القرن 13 ميلادية. في عام 1516 ميلادية، وحينما انتقلت السلطة من دولة المماليك إلى الدولة العثمانية بعد معركة مارج دابق عام 1516 ميلادية، كان هذا آخر بناء تم تشييده في زمن أو في حقبة دولة المماليك. إنه قصر أحد أعلام ووجهاء وتجار فلسطين، الوجيه الفلسطيني الذي يرجع إلى أصول كردية، وهو الحاج إبراهيم جلبي حتحت، الذي ترجع أصوله إلى جيش صلاح الدين الأيوبي، أو كما يسمى الحقبة الأيوبية في أرض فلسطين. سالم جلبي حتحت كانت له حكاية ورواية، حكاية مع الحجر الفلسطيني، حكاية مع تلك الحجارة التي أثبتت للعالم أننا هنا لازلنا باقون، ونحن نحاكي 4 قرون خلت من يومنا هذا. تعاقبت على هذا القصر مجموعة من الحضارات، وتم إدخال بعض طوابع عثمانية وغيرها. هنا في قلب الشجاعية قصر حتحت، ننظر معا إلى الحجارة، ننظر معا إلى طبيعة المكان الذي له بصمة، بصمة إسلامية تحاكي زمن دولة المماليك، زمن حضارة الظاهر بيبرس وحضارة قطز الذي يسمى محمود بن ممدود. حينما تدخل من هذا المدخل، المدخل الفلسطيني القديم، يقابلك على يدك اليمين ما يسمى بلهجتنا الفلسطينية القديمة زير الماء. لاحظوا رمز السقاية، رمز الكرم. حينما كان يأتي الضيف أو الزائر من هنا، ينظر إلى يمينه بشيئين
يحاكيا الحضارة. الشيء الأول وهو وزير الماء، إذا جاء عطشانا أو جوعانا ضيف من الخارج يجلس هنا ويتناول الماء المثلج ربانيا في ذلك المكان الذي خصص لنزح الماء منه بشكل تدريجي. ثم إذا كان ضيفا يتجه إلى الناحية الشرقية في قاعة الضيافة، أما إذا كان من داخل البيت فإنه يأتي هنا صاعدا إلى هذا الدرج. لاحظوا تلك الحجارة، حجارة تحاكي حضارة غزة، حجارة نحتت من بحر غزة المتوسطي، حجارة بحر فلسطين، بحر غزة. لو نظرنا إلى أعلى هنا تلك الحجارة الجرانيتية التي اعتبرت زينة أدخلت على تراث وحضارة غزة، وجدنا أنها هنا حجار الجرانيتية، حجار البازلت وغيرها، هي تلك الحجارة التي نحتت من جبال القدس وجبال عيبال في نابلس والخليل وغيرها من قلبنا الآخر، مدن الضفة الغربية الكريمة. نستدعي هنا طبيعة النقوش الحجرية المزينة على كل جدران. هنا هذا التراث، تلك الشكل المزين، وتلك التيجان التي أسفل ذلك النقش هي صبغة تعود إلى زمن المماليك وهي مملوكية خاصة. لاحظوا هنا طبيعة النقوش، هنا الآن نشهد مجموعة من الزخارف. طبيعة النقوش والأشكال المثلثات هي شكل أيضا يحاكي الطبيعة المملوكية في فلسطين. أيضا من الملاحظ على تلك البناء وعلى تلك الحجارة وذلك الطين الفلسطيني الأصيل ذلك الشكل الدائري. هذا الشكل كان يتزين به قصور الأمراء، والداخل إلى هذا المكان لابد أن يعي أنه في قصر أحد أمراء أو ما كان يسمى آنذاك شهبندر التجار. هذا المنزل مكون من 8 غرف، أتحدث عن 8 غرف، لمن يأتي تاجراً واتقطعت به السبل الكرم الفلسطيني كان يستقبله هنا. هنا يتناول طعام غذائي، هنا يتم صفقات تجارية داخل هذا القوس بالتحديد. يجلس هنا الحتحت صاحب القصر ويتم عملية محاكاة وعملية القضاء في شؤون التجارة الداخلية والخارجية. لاحظوا معي حينما ندرس في كتب التاريخ عن الفن المعماري، عن الحضارة، لاحظوا تلك الأقواس. حينما نزور معظم القصور القديمة هذا الشكل أدخل في التصنيف الحديث هنا، ذلك القوس الدائري والأقواس أو نصف الأقواس في المنطقة الشرقية تحاكي حضارتين، حضارة دولة المماليك والحضارة العثمانية. ولكن هذا لحقيقة المكان لابد أن نقول أن هذا القصر يعتبر تحفة، تحفة من عصر أو أواخر عصر الدولة المملوكية في فلسطين، وذهبت العديد من الحضارات، ذهب المماليك، ذهب العثمانيين، ذهب البريطانيون، ولا تزال فلسطين شامخة وباقية حتى يومنا هذا. لابد أن أشير إلى حقيقة، لو نظرنا إلى سمك الحجارة، وهذا دليل على قوة المكان، سمك الحجر الواحد في بعض مناطق في هذا القصر يتراوح حوالي
من 60 إلى 1 متر. لاحظوا هذا حجر واحد، يعني تقريبا نتحدث هنا عن حوالي 60 سنتي، ودخلنا من الداخل يوصل بعض أماكن متر واحد على الأقل. هذا القصر الزائر بنا الآن إلى أحياء إسطنبول مدينة الستان القديمة يجد نفس النموذج، ولا سيما القسم الخارجي منه، ليقف محاكيا تلك الحضارة الفلسطينية التي نازلنا نتحدث عنها من هنا ومن القصور المجاورة. هذا القصر لابد لنا أن نقف أمامه ونرسل من خلاله رسالة حضارة للعالم، أننا لست شعب بلا أرض ولا أرض بلا شعب كما قيل. نحن شعب نملك الأرض، نملك الحضارة، نملك التاريخ، ونملك كبرى حضارات فلسطين، من قلب فلسطين، من قلب حاضرة فلسطين، مدينة غزة وحي الشجاعية، حي الشجاعية، حي الكرام، حي البطولات التي سطرت معاني عريقة داخل فلسطين.